فيهم يقرروا يحولوا لبنان لوطن بديل ويعلنوا الحرب والقصف والتهجير، وفيهم يحتلوا لبنان ويسيطروا على قراره السياسي الداخلي والخارجي، وفيهم يكونوا المخرج بوجه الحرية والكرامة والسيادة، وفيهم يسرقوا الدولة ويجوعوا الشعب ويزلوا الناس، بس ولا لحظة فيهم يهزوا شعرة من إيماننا بلبنان. لهيك كنا المقاومة بالخمسة وسبعين والمعارضة بالتسعين والانتفاضة بالألفين وخمسة والثورة بسبعتعش تشرين، واليوم من جديد لبنان بخطر. لهيك بدنا نسترجع الشرعية ونحصن السيادة ونحقق الحياد ونستعيد الازدهار. بكل وضوح بدنا نرجع لبنان للبنانيين واللبنانيين للبنان. بدنا نرجع حقوق الناس المسلوبة والودايع المنهوبة. بدنا نرجع الشباب يلي صدرون واستوردوا محلهم الأزمات. بدنا نرجع للدولة مؤسسات فاعلة بالتشريع والتنفيذ والمحاسبة. بدنا نرجع للدولة مؤسسات فاعلة، وبخمستعش أيار معكن بدنا مجلس نواب منتج وحكومة قادرة وقضاء مستقل. بدنا نحول غضبكن لفعل وأصواتكن لمحاسبة، طموحاتكن لفرص وأحلامكن لحقيقة. نعم نحن وياكن فينا، بتصميمنا وإرادتنا فينا، بالتزامنا وصدقنا فينا، بنظافة كفنا وعمق إيماننا ومقاومتنا فينا. من متن الشهادة ورجالات الدولة والحضارة والعراقة والتاريخ والأصالة، من متن الحرية جينا، لأنه نحن بدنا ونحن فينا.